رحلتنا بعالم المأكولات رحلة طويلة وما بتخلص، مثل ما عودناكم مشاهدينا بكل أسبوع في عنا حلقة عن المطابخ العالمية. بحلقة اليوم رح نزور سوا أوكرانيا لنتعلم أشهى وأطيب وصفاتها. هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ مشكور الله. شو رحلتنا بعيدة شوي؟ ما بعيدة، 4-5 ساعات. قريبة، 4-5 ساعات بالطيارة. اوكي، اليوم حنعمل أكل أوكراني من المطبخ الأوروبي. عم نجرب نشوف، أكيد نحن بنعرف كثير مطابخ إيطالية، مطابخ إسبانية، مطابخ الأوروبية اللي نحن كثير بنعرفها، وآسيوية كمان. فهلا حنعمل أول صحن هو الميتلوف. اوكي، حناخذ لحمة ناعمة، بدنا معها سميد، بدنا معها بريد كرامز، كراوية، ملح بهار، بصل، بيض، خبز. ما نتشش الخبز هلا بالحليب ونعمل فيهم هال المزيج. هالمزيج عادة بسموه ميت بريد، بس نحن حنسميه ميت لوف حتى يكون اسهل لنا. اوكي، هناخذ الخبز. يعني اذا اول مره انت بتشوف اطباق اوكرانيه، كيف هيك اخذت فكره عن مطبخهم؟ اخذت فكره كيف تقدر تعمل هاي الاطباق؟ يعني هلا اكيد هي ريسيرش بالاخر، واحد بده يعمل ريسيرش، بده يشوف كيف بينعملوا. في عندك على اليوتيوب بتشوفي كيف بتنعمل، بصير واحد هيدا، واللي عنده من هي باز قوي بالطبخ، يعني اللي بيعرف بالطبخ مش بغى بس يكون شاف، في بكل سهوله يقدر يعمل هالشغله. اوكي، هناخذ هلا حليب نحط فوق الخبز. يعني هلا فينا مجرد ما نكتب كلمه على اليوتيوب نقدر نسافر على اي بلد بدنا اياها خلال دقائق او يمكن ثواني. هيدي خلي معها منيح. هلا حنجيب جاد بعد نخلط اللحمه. يلا، شو حسيت يا شيف؟ اي اكثر مطبخ مؤثر على المطبخ الاوكراني؟ ما يعني ما في، اذا بتلاحظي الاوكراني هي بلد غني بالطبيعه، فالزراعه عندهم كثير قويه، فعلى الارجح هن كان عندهم باز القهوة، اكيد اخذوا شوي من الاتحاد السوفيتي، من الاتحاد السوفيتي ومن زمان، يمكن كانوا بلد واحد مع بعضهم، تعتبري عم بحكي انا كانت مملكه قديمه هي، كيف في عندهم حتى في مطبخ تركي مأثر فيهم لانه كانوا تحت الحكم التركي. أوكي، فالزراعه عندهم كثير غنيه.